السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم من جديد. لا تبخلوا علينا بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب من فضلكم، اضغطوا على زر الإعجاب وصلوا على رسول الله. ظهرت العديد من النقائص في صفوف منتخب الجزائر بعد خروج جمال بالماضي الذي فشل فشلا ذريعا في الآونة الأخيرة كأول مدرب يخرج من الدور الأول مرتين متتاليتين في تاريخ الجزائر. لذا قرر بيتكوفيتش إعادة بناء المنتخب بالوجوه الجديدة وطرد الكوادر الكبيرة في السن. فقام اليوم بالتواصل مع ماغناس أغليوش نجم نادي موناكو لتمثيل الجزائر في التربص القادم، لأن اللاعب من مواليد 25 فيفري عام 2004 وعمره حاليا 22 سنة فقط، ويتقن اللعب كمتوسط ميدان هجومي ودفاعي في نفس الوقت. ويتميز ماغناس أغليوش بالسرعة بالكرة واللعب في الرتم السريع والعالي، فهو أفضل من ياسين عدلي وسيكمل التشكيلة رفقة إسماعيل بن نصر، خاصة وأن قيمة أغليوش التسويقية صعدت إلى 15 مليون يورو، ومن المرشح انتقاله إلى انتر ميلان. لا تبخلوا علينا بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب وصلوا على رسول الله.